ولا يريد بكم العسر. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الأمر الرابع ألا وهو الصوم الدعاء، فيقول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيشرع للعبد الصائم في عيد الفطر أن يكبره حتى يأتي المصلى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو هذا الدعاء؟ يقول العلماء الدعاء يقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تسأل الله سبحانه وتعالى، إذا دعوت الله ولم يستجب لك الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هناك أمرين، إما أنه يوجد مانع لاستجابة هذه الدعوة فتنظر في نفسك وتنظر في حالك وتصلح هذا المانع، وإما أن الله يدخر إليك بهذا الدعاء أمراً عظيماً. فاعلم يا عبد الله إذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذين أو أحد هذين الأمرين موجودين، فتراجع نفسك وتراجع حالك وتصلح هذا المانع الذي بينك وبين الله. أي حاجة تريدها من الله سبحانه وتعالى ضعها عند ربك، فربك سبحانه وتعالى كريم وربك سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله سبحانه وتعالى قريب منك، فادعو الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأمر الثاني ألا وهو دعاء العبادة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام والحج والطاعات، كل ذلك يسميه العلماء دعاء عبادة. فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بدعاء العبادة ودعاء المسألة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن